مباشرة باش نشارك في هذه المهرجان اللي عنده خصوصية تهضر على المرأة. والمرأة بالنسبة لي أنا شي حاجة كبيرة، حيت أنا واحد الإنسان تيحب المرأة وتيقدر المرأة أون جينيرال، هي الجدة هي الأم ديالك. دونك الفيلم تاعي اللي صدفة البطلة تاعو بيان سور مرأة، وقصة تاع واحد المجموعة ديال واحد المرأة تراكم المشاكل ديال الحياة تاعو. هو فيلم اجتماعي وبسيكو درام. الحضور ديالو في المنافسة بالنسبة لي أنايا فرحان بزاف، علاش؟ حيت هاد المهرجان بالذات تيختاروا فيلم واحد مغربي اللي تيمثلو هاد العام، صادف الفيلم تاعي. دونك بالنسبة لي أنا هذاك هو لو كرون. واش كانت منافسة كبيرة من أفلام مغربية ولا كان هو الفيلم؟ ما نقدرش نقول لك، حيت اللجنه التنظيميه هما تيشوفوا الافلام المغاربه اللي كانوا في السنه الاخرى وتيختاروا الفيلم بيان سور اللي تيكون التيما تاعو على المراه، اللي هو عاوتاني انا فرحان فيه بزاف. هو الافلام اللي كاين هذا العام خداو جوائز كبرى، منهم الفيلم اللي خدا جائزه في كان.